هلأ يا كيجي، بعد ما تعلمنا كيف نكتب أشكال حرف التاء المبسوطة والتاء المربوطة، أنا محضر لكم صور كتير حلوة ورح نكتب فيها الكلمات المناسبة لهاي لكل صورة، تمام؟ ورح نعرف أشكال حرف التاء ونميزهم عن التاء المربوطة عن التاء المبسوطة. مستعدين؟ برافو عليكم. أول إشي عندنا صورة مدرسة. مدرسة، خلينا نكتب هاي الكلمة مدرسة. مدرسة، برافو عليكم. وين حرف التاء؟ أوكي، برافو، هاد هو حرف التاء. حرف التاء إجا عنا هون بناء المبسوطة، التاء المبسوطة ولا التاء المربوطة؟ خلينا نشوف، هي ربطة حالها. برافو عليكم. إذا هاي حرف التاء المربوطة، برافو عليكم. نيجي للكلمة الثانية اللي هي صورة كرة. صورة كرة، خلينا نكتب كلمة كرة. كرة، كرة، برافو عليكم. إذا هاي حرف التاء المربوطة ولا المبسوطة؟ فاتحة إيديها ولا مسكرة إيديها ورفعتهم لفوق؟ برافو عليكم. إذا هاد الشكل الثاني لحرف التاء المربوطة، برافو عليكم. أوكي، نيجي للصورة الثالثة اللي هي صورة بطة. بطة، برافو عليكم. خلينا نكتب مع بعض يا كيجي كلمة بطة. بط، بطة. إذن وين إجت حرف التاء، مربوطة ولا مبسوطة؟ أحسنتم، مربوطة، برافو عليكم. نيجي للكلمة الرابعة أو الصورة الرابعة اللي هي صورة وردة. وردة، كلمة وردة. وردة، وردة، برافو عليكم. هيها حرف التاء، مربوطة ولا مبسوطة؟ مربوطة، برافو عليكم. نيجي لكلمة طائرة، نكتبها طائرة. طائرة، برافو عليكم. هاي حرف التاء المربوطة ولا التاء المبسوطة؟ أي نوع؟ برافو عليكم، التاء المربوطة. إذا لاحظنا يا كيجي، عندنا حرف التاء المربوطة في كل الكلمات، زي كلمة طائرة وكلمة وردة وكلمة بطة وكلمة كرة وكلمة مدرسة. برافو عليكم. وين إجت حرف التاء؟ في أول الكلمة أم في وسط الكلمة أم في آخر الكلمة؟ برافو عليكم. حرف التاء المربوطة دائما بتيجي في آخر الكلمة، زي ما إحنا شايفين. في حرف التاء المربوطة ممكن تيجي في وسط الكلمة؟ لا. حرف التاء المبسوطة ممكن تيجي في وسط الكلمة؟ برافو عليكم. إذا حرف التاء المربوطة إلها شكلين، الشكل الأول منها ما بيمسك بإيد أي حرف، والشكل الثاني إلها ممكن يمسك بالحروف ولكن في آخر الكلمة. إذا وين موقعها حرف التاء المربوطة؟ أحسنتم، في آخر الكلمة، برافو عليكم. أما التاء المبسوطة ممكن تيجي أول الكلمة، ممكن تيجي بوسط الكلمة، وممكن تيجي بآخر الكلمة. أوكي، هادول مين بيجوا هيك؟ أول كلمة ووسط الكلمة وآخر الكلمة، التاء المبسوطة، برافو عليكم. خلينا نعمل سيركل يا حلوين على حرف التاء. كلمة طائرة، وين حرف التاء المربوطة؟ أول الكلمة ممكن تيجي حرف التاء بأول الكلمة؟ لا. ممكن تيجي بوسط الكلمة؟ لا. ممكن تيجي بآخر الكلمة؟ برافو، هي دائما آخر الكلمة، برافو عليكم. نيجي لصورة وردة.
صورة وردة وكلمة وردة، وين حرف التاء المربوطة يا حلوين؟ هذا، برافو عليكم، هذا حرف الأو مش حرف التاء المربوطة. هاد لا، هاد لا، برافو عليكم، دائما بتيجي بآخر الكلمة. هون حرف التاء المربوطة إجت بأي شكل؟ الشكل المتصل ولا الشكل المنفصل؟ برافو عليكم، الشكل المتصل، نعمل عليها دائرة. برافو عليكم. نيجي لكلمة وصورة كرة. كلمة كرة حرف التاء المربوطة وين إجت يا حلوين؟ برافو عليكم، بآخر الكلمة، ولكن شايفة حالها رفع إيديها وما بدها تمسك بالحروف اللي قبلها. نيجي لحرف التاء المربوطة اللي عنا هون، أي نوع هي المربوطة اللي ما بتمسك بالحروف المساعدة ولا الأنانية؟ برافو عليكم، المساعدة، برافو عليكم. وهيك يا حلوين احنا بنكون مميزين بين التاء المربوطة والتاء المبسوطة. برافو عليكم، وبحب أشوفكم